السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي مع المنهج الجديد لمادة العلوم. النهاردة إن شاء الله بشتغل معاكم الدرس الثاني من المنهج الجديد للصف الأول الإعدادي، وزي ما تعودنا أنا بحب أشتغل من كتاب الأضواء، والشرح في كتاب الأضواء بيبقى شرح جميل جدا ومبسط، وبيحتوي على صور كتيرة، المعلومة المصورة بيحتوي على أسئلة كتيرة، وبيحتوي على امتحانات كتيرة واختبارات كتيرة. فكتاب الأضواء بالنسبة لي يعتبر كتاب ممتاز جدا، برشحه لك إنك أنت تشتريه بإذن الله. النهاردة بنتكلم عن حاجة اسمها الجدول الدوري لتصنيف العناصر. طيب، إحنا عندنا الفكرة بتاعتنا إن العناصر اللي موجودة لحد دلوقتي عددها كبير جدا، وصل ل118 عنصر. فالعلماء عايزين يفرقوا ما بين الخواص بتاعتهم، لان الخواص بتاعتهم كتيرة. مثلا في خواص فيزيائية لهذه العناصر، وخواص كيميائية مختلفة عن بعضها البعض. فعلشان كده العلماء قرروا ان هم يرتبوا العناصر بطريقة معينة. يبقى عملية التصنيف هي عملية ترتيب للعناصر. يعني ايه ترتيب للعناصر؟ يعني هنرصها كده بطريقة معينة بحيث ان هي تبقى سهلة علينا ندرسها، ونقدر نتنبأ بالعلاقات اللي بتجمع بين العناصر وخواصها. علشان كده بيجي سؤال دايما في الامتحان يقول لي تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر، يعني بيقول لك ليه العلماء صنفوا العناصر. فانت هتقول له اول حاجة ايه؟ لسهولة دراستها. تمام، لسهولة ايه؟ دراستها. طيب وايه كمان؟ قال لك واستنباط. استنباط يعني استنتاج، استنباط العلاقة او ايجاد العلاقة بين العناصر دي وخواصها. طيب العلاقة بين العناصر وخواصها هي قال لك الفيزيائية، الخواص الفيزيائية بتاعتها الطبيعية يعني، والتفاعلات بتاعتها الكيميائية. يبقى هو ده السبب الرئيسي لعملية تصنيف العناصر. طيب السؤال التاني بقى، احنا بنصنف العناصر جوه ايه؟ بنصنف العناصر جوه الجدول اللي قدامك ده. يعني انا كاتب لك سؤال، ما هو الجدول؟ اي جدول في الدنيا بيتكون من صفوف بالعرض كده. الصفوف دي اسمها صفوف افقية. ليه؟ لانها ماشية كده افقي. واي جدول في الدنيا بيتكون من اعمدة. شايف العمود ده كده؟ ده عمود كده، وده عمود، وده عمود، وده عمود. يبقى دي كده اسمها ايه؟ اعمدة رأسية. يبقى انا هجيب العناصر وهرص كل عنصر في خانة من الخانات دي كده هوت بالترتيب بالمنظر ده كده. يعني كل عنصر هسكنه في البيت بتاعه، والبيت بتاعه هنا اسمه جدول. يبقى احنا كده سنة اولى عايزين نعرف احنا هنصنف العناصر داخل ايه؟ داخل جداول بالشكل ده. طب مين اللي عمل الجداول دي؟ مجموعة من العلماء. طيب هل احنا عندنا محاولات للعلماء ان هم يصنفوا العناصر؟ طبعا عندنا تلات محاولات هنتكلم عنهم. يعني ايه تلات محاولات؟ يعني تلات جداول. يبقى الجدول بيتكون من صفوف واعمدة، والمربعات اللي جوه دي اسمها خانات او اماكن. ده مكونات ايه؟ الجدول. اهم محاولات العلماء لتصنيف العناصر عندنا، اول حاجة هندرسها الجدول اللي شبه ده كده الدوري لواحد اسمه مندليف. والمحاولة التانية هناخد برضو جدول زي اللي احنا شرحناه فوق، الدوري لواحد اسمه موزلي. والمحاولة التالتة هناخد بقى اخر حاجة اللي هو الجدول الدوري الحديث، اللي هو اخر حاجة بقى اتعملت لحد دلوقتي لترتيب ايه؟ العناصر. طيب نشوف اول حاجة كده، نبدأ بالجدول الدوري الايه؟ لمندليف. يبقى اولا الجدول الدوري للعالم مندليف. طبعا يعتبر الجدول الدوري للرجل اللي اسمه مندليف ده هو اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر. يعني اول واحد عمل جدول من صفوف واعمدة ورص العناصر جوه منه، العناصر الكيميائية جوه منه، هو العالم ايه؟ مندليف. طيب مندليف رتب العناصر ازاي جوه الجدول؟ قالك انه هو رتب العناصر تصاعديا بتدرج غير منتظم.
يعني ايه تدرج غير منتظم؟ يعني مثلا لو انا بعد كده 1 2 3، لا اقول 1 2 5، فاصبح التدرج غير منتظم. حسب ايه؟ حسب حاجة اسمها الكتلة الذرية بتاعتها، ماشي. يبقى هنا رتب مندليف العناصر تصاعديا بتدرج غير منتظم زي ما انا قلت حسب الكتلة الذرية. في الجدول ازاي؟ قالك لما تنتقل من يسار الجدول، من الشمال يعني، الى يمين هذا الجدول، يعني لما تتنقل من الشمال لليمين كده وانت ماشي كده، هو التدرج بتاعك طالع تصاعدي بس انت ماشي بتدرج غير منتظم، يعني الكتلة الذرية ماشية معاك بتزيد كده، بس ايه؟ بتزيد بطريقة مش منظمة. في صفوف افقية، هذه الصفوف الافقية سموها العلماء بعد ذلك بالايه؟ بالدورات. يبقى الصف الافقي اللي بالعرض ده كده اسمه دورة. بعد كده اكتشف مندليف ان ايه بقى اللي اكتشفه؟ ان خواص العناصر، الصفات بتاعت العناصر، تتكرر بشكل دوري مع بداية كل صف جديد اللي هو كل دورة جديدة. يبقى الخواص بتتكرر بطريقة دورية مع كل صف جديد. يعني انا مثلا عندي ده كده صف، يبقى العنصر اللي في الحتة دي يشبه العنصر اللي تحت منه في الخواص في الحتة دي، يعني مع بداية كل صف جديد العنصر اللي تحت منه خواصه بتتكرر بشكل دوري. طيب مين هو مندليف؟ طبعا العالم مندليف اسمه ديمتري مندليف، وهو اساسا عالم روسي يعني بلده روسيا. نشر جدوله الدوري للعناصر سنة 1869، وتم تكريمه بعد وفاته باطلاق اسمه على احد العناصر الكيميائية المكتشفة اللي سمي مندليف يوم، اللي هو الرمز بتاعه ام دي. يعني هم سموا العنصر مندليف اهو كده مندليف، وبعدين حطوا له يوم في الاخر اصبح اسمه مندليفيوم اللي هو الام اي الام دي. ده تكريمه بعد وفاته بحوالي 48 سنة كرموه. تاني جدول معانا النهاردة هو الجدول الدوري لموزلي، يعني واحد اسمه موزلي. بس قبل موزلي كان في عالم اسمه رازرفورد اللي قلنا عليه قبل كده. هذا العالم رازرفورد اكتشف ان نواة الذرة اللي احنا درسناها في الدرس الاول تحتوي على ايه بقى؟ قالك تحتوي على بروتونات اللي احنا قلنا عليها الرمز بتاعها حرف البي، موجبة الشحنة. يبقى اللي اكتشف البروتونات الموجبة هو مين؟ رازرفورد. طيب البروتونات الموجبة دي سميناها ايه بعد كده؟ قالك سميناها بعد كده العدد الذري اللي هو ايه؟ قلنا عليه زد. يبقى رازرفورد لما اكتشف البروتونات الموجبة العلماء سموا عدد البروتونات دي بالعدد الذري اللي هو زد. طيب عمل ايه بقى موزلي؟ موزلي وهو بيدرس خواص كده نوع من الاشعاعات اسمها الاشعة السينية، اكتشف حاجة مهمة جدا اللي هي اشعة اكس. اكتشف ان دورية خواص العناصر، ان خواص العناصر يعني مرتبطة باعدادها الذرية وليس بكتلتها الذرية كما اعتقد مين؟ مندليف. يبقى انا دلوقتي لو حبيت ارتب العناصر مش هرتبها حسب الكتلة الذرية لان ده غلط، هرتبها حسب الاعداد الذرية. وعلى طول عمل موزلي تعديلات على جدول مندليف، فرتب العناصر تصاعديا حسب اعدادها الذرية، تمام كده، لان ده هو ده الصح، بحيث يزيد العدد الذري لكل عنصر عن الذي يسبقه في نفس الدورة بمقدار 1 صحيح او بمقدار 1 بروتون. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت الصف هو بالعرض كده وقلت العنصر دوت مثلا 11، يبقى اللي بعد منه هيبقى 12، يبقى اللي بعد منه هيبقى 13، يعني الزيادة بمقدار 1 صحيح بالاتجاه دوت كده. وطبعا اضاف الى الجدول بتاعه اللي هو مزلي مجموعة الغازات اللي بنقول عليها الخاملة او النبيلة، غازات الخاملة او النبيلة اللي هم 6 غازات خاملة، واضاف العناصر الاخرى التي تم ايه؟ تم اكتشافها في الفترة ديت. يبقى ده اللي اضافه الى الجدول بتاعه. تالت حاجة معانا النهاردة اللي هو الجدول الدوري الحديث، ونشوف مع بعض اسس بناء الجدول الدوري الحديث. اول حاجة العلماء طبعا رتبوا العناصر تصاعديا حسب عددها الذرية، يبقى هنا نقول كده ترتيب العناصر الكيميائية ترتيبا
تصاعديا حسب الأعداد الذرية، حسب أعدادها إيه الذرية. يبقى ده أول حاجة إيه اترتب فيها جدول الدور الحديث. تاني حاجة اللي هو إن إحنا عرفنا معرفة طريقة ملء مستويات الطاقة، مش الرئيسية بقى، مستويات الطاقة الفرعية اللي قلنا عليها في الدرس الأول اللي موجودة داخل مستويات الطاقة الرئيسية. يبقى دي أسس بناء الجدول الدوري الحديث. عايزين بقى نوصف الجدول الدوري الحديث. لو هو قدام منك كده الجدول ده هيبقى عامل ازاي؟ قال لك يتكون من 7 دورات أفقية، يعني 7 صفوف بالعرض، و 18 مجموعة رأسية، يعني 18 عمود واقفين. عدد العناصر فيه دلوقتي وصل 118 عنصرا. موجودة العناصر في الجدول الدوري الحديث في 4 حاجة اسمها فئات، والفئة بتبقى ايه اكتر من مجموعة اساسية. هي الاربع فئات ديت هتبقى الفئة S، الفئة B، الفئة D، الفئة F اللي هي اخر واحدة. فهم عندي كده كم فئة؟ 4 S و B و D و F. يعني لو بصينا على الجدول الدوري كده الرسمة بتاعته، رسمة مبسطة يعني بالشكل ده كده، فهنقول ادي كده الفئة S على الشمال، وبعدين ادي الفئة B على اليمين، والفئة D هنا، اما الفئة F فتبقى اسفل الجدول كده منفصل عنه. نبدأ الاول بعناصر الفئة S. موجودة فين؟ زي ما انا قلت كده تشغل يسار الجدول الدوري الحديث، موجودة على الشمال. بتتكون من مجموعتين، يعني عمودين رأسيين، مجموعتين او عمودين رأسيين. المجموعة الاولى اللي هي 1A، اول مجموعة في الجدول الدوري الحديث، والتي تسمى عناصر الاخلاء، دي اول مجموعة. المجموعة التانية اللي هي هتبقى 2A جنبها على طول، تسمى برضو نفس الاسم عناصر الاقلاء، بس بنسميها عناصر الاقلاء الارضية. ده الفرق بينها وبين المجموعة ايه الاولى. طبعا جميع عناصرها عبارة عن فلزات، عناصر فلزية، ما عدا عنصر الهيدروجين ده موجود في المجموعة الاولى 1A، عبارة عن ايه؟ لا فلز غاز، اللي هو الرمز بتاعه حرف الاتش. طب دي كده الفئة ايه؟ الفئة S. طب نشوف مع بعض الفئة B. تشغل يمين الجدول الدوري الحديث، يعني موجودة على ايدك اليمين في الجدول. بتتكون من 6 مجموعات، تبدأ بالمجموعة 3A وتنتهي بالمجموعة الصفرية اللي هي المجموعة 18 اللي موجودة في اخر الجدول الدوري الحديث. معظم عناصرها بيكونوا لا فلزات، بالإضافة إلى حاجة اسمها أشباه فلزات موجودة في الجزء ده، وبعض الفلزات الأخرى جنب منها. يعني هي لو بصينا على العناصر الفئة B ديت كده هو، هنلاقي هنا في عندنا في منها فلزات الأول، وبعدين أشباه فلزات، وبعدين آخر حاجة على إيدك اليمين هتلاقي اللا فلزات بالمنظر دوت. بعد كده هنكمل مع بعض عناصر الفئة B. طبعا توجد عناصرها كلها في صورة، في منها صورة غازية، غازات يعني، وفي منها صورة صلبة، عناصر صلبة اللي احنا قلنا عليهم الفلزات، باستثناء عنصر البروم BR، فهو الوحيد اللي في حالة ايه؟ سائلة. يعني هو الوحيد اللي في حالة سائلة في الفئة B على ايدك اليمين. طبعا يوجد مجموعتان رئيسيتان في الفئة B، المجموعة قبل الأخيرة اللي هي 7A وتسمى بالهالوجينات، والمجموعة الأخيرة اللي هي المجموعة الصفرية الغازات الخاملة وتسمى بالغازات النبيلة بالمنظر دوت، اللي هي عناصر الفئة دي. بتشغل إيه؟ بتشغل وسط الجدول الدوري الحديث، اللي هم موجودين جوه الجدول يعني. تتكون من 10 مجموعات، يبدأ ظهورها ابتداء من الدورة الرابعة، وتسمى بالعناصر الانتقالية. يبقى احنا عندنا دي كده اللي موجودة في وسط الجدول اسمهم العناصر الانتقالية. تبدأ بالمجموعة 3B وتنتهي بالمجموعة 2B. جميع عناصرها بتكون عبارة عن فلزات صلبة، في حالة صلبة، ما عدا فلز الزئبق HG بيكون في حالة سائلة. آخر حاجة بقى عندنا عناصر الفئة F، ودي موجودة منفصلة أسفل الجدول. يعني إيه منفصلة؟ يعني طالعة من الجدول خلاص، طلعناها منه.
عشان كده هي مش بتتكون من مجموعات، بتتكون من سلسلتين. سلسلة اسمها اللانسانيدات، وسلسلة اسمها الأكتينيدات. يبقى دول السلسلتين الفائف. طبعا جميع عناصرها عبارة عن فلزات في حالة ايه؟ في حالة صلبة. يبقى كده خلصنا الاربع فئات في الجدول الدوري الحديث. عندنا بقى حاجة مهمة جدا، ازاي نحدد موضع العنصر في الجدول الدوري الحديث بمعلومية العدد الذري اللي هو بتاعنا بيكون حرف الايه؟ الزد. هديلك كده مثال وبعدين تفهم منه. لو انا عطيتك مثلا العنصر دوت اللي هو النيتروجين، عدده الذري 7 وعدده الكتلي 14، وقلت لك حدد موضعه في الجدول الدوري الحديث. هتعمل ايه؟ هتمسك السبعه دول توزع الكتروناتهم. يعني هتعمل النواه بتاعتك، وبعدين المستوى الاول كي والمستوى الثاني ال، وتبتدي توزع الالكترونات. طيب الالكترونات وانت بتوزعها، بتوزع السبعه دول، بنملى الكي اول مستوى طاقه باتنين الكترون كده. اتنين من السبعه دول يتفضل خمسه، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه. بعد كده بكتب كلمتين، بكتب الدوره الافقيه وبكتب المجموعه الراسيه. الدورة الأفقية بعمل إيه؟ بعد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. يعني أنا عندي هنا الكي مشغول باتنين والإل فيه خمسة، يبقى دول المستويات بتاعتي، يبقى هنا الدورة دي بتبقى الدورة التانية. المجموعة الرأسية ببص كده في آخر مستوى طاقة، بعد الإلكترونات اللي موجودة فيه، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بروح قايل في المجموعة 5 بس أحط حرف الإيه بالشكل ده. يبقى أنا كده حددت الموضع بتاعه. نشوف مثال تاني برضو نتعلم منه ازاي نجيب موضع عنصر في الجدول الدوري الحديث. المثال التاني انه مثلا يجيب لي حاجة زي اللي هو الكلور Cl17-35. طبعا عشان نوزع ال17 هنعمل كده حاجة زي فرح العمدة كده، هنعمل نواة وبعدين المستوى الأول K، المستوى التاني L، المستوى التالت M بالمنظر ده، ونوزع فيهم ال17 الكترون. ال17 هنحط في الكي 2 وبعدين نملا ال ب8، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى كده مجموعهم 10 من 17 يتفضل 7، ادي 1 2 3 4 5 6 و7 اهو. وبعدين قلنا هنكتب ايه؟ الدوره الافقيه والمجموعه الايه؟ الراسيه. تمام شباب، يلا الدورة بقى، عد مستويات الطاقة بتاعتك، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، يبقى الدورة التالتة. المجموعة الرأسية بص كده في الاخر في كام الكترون، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى المجموعة 7، وبعدين تحط حرف الايه كده. يبقى انت كده حددت الموضع بتاع العنصر. تعالوا معايا كده نشوف مع بعض تحديد العدد الذري لعنصر بمعلومية موقعه في الجدول الدوري الحديث، عكس اللي احنا عملناه. احنا عندنا رقم الدورة بيديني عدد مستويات الطاقة، ورقم المجموعة بيعرفني على عدد الإلكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير. يعني انت لما بتعد المستويات كان بيديك رقم الدورة، ولما بتعد الالكترونات اللي في اخر مستوى كان بيديك رقم المجموعة. النهاردة هتعمل العكس. فمثلا يجي يقولك في الامتحان عنصر اكس ايا كان ايه هو، يقع في الدورة الثالثة والمجموعة مثلا 6A، احسب العدد الذري له. طيب انا اجيب عدده الذري ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنترجم الكلام اللي موجود عندنا لرسمه لتوزيع الكتروني. نبدا الاول نشوف الدوره كام. الدوره الثالثه يبقى عدد مستويات الطاقه 3، يبقى رقم الدوره الثالثه. يبقى انا هعمل نواه كده على جنب واعمل ادي مستوى الطاقه الاول، ادي مستوى الطاقه الثاني، اللي هو بيقول لي في 3 مستويات. انا بترجم كلامه، هو قال لي الدوره الثالثه يبقى 3 مستويات. طيب وبعدين قال لي المجموعة 6A، المجموعة 6A يعني هحط في آخر مستوى طاقة 6، 1 2 3 4 5 6. طيب يبقى أنا عندي الدورة الثالثة في 3 مستويات، أقول كده المستوى الأول
المستوى التاني المستوى التالت، لأن الراجل بيقول لي تلات مستويات. طيب المستوى التالت هو قال لي في كام؟ في ستة، هو قال لي المجموعة 6A يبقى آخر مستوى طاقة في ستة. طب المستوى الأول بقى ما احنا عارفين إن هو بيتملى باتنين، طب منين يا مستر؟ ما احنا عارفين إن الكي بيتملى باتنين، يبقى لازم أحط هنا إيه؟ اتنين. طب اللي بعد منه بيتملى بكام؟ بتمانية، يبقى لازم أنا أحط التمانية دي من دماغي وأكون حافظها. يبقى أحط هنا إيه؟ تمانية. أجمع كله في الآخر، ده زائد ده هيطلع العدد الذري بكام؟ ب 16. فإحنا كده جبنا العدد الذري من خلال معرفتنا لرقم الدورة ورقم المجموعة في الجدول الدوري الحديث. لو قارنا بين عناصر الدورة الواحدة وعناصر المجموعة الواحدة، عناصر اللي موجودة في الدورة الواحدة بتتفق في عدد مستويات الطاقة. يعني كل العناصر في دورة واحدة عدد مستويات الطاقة فيهم قد بعض، أما عناصر المجموعة الواحدة فهي تختلف في عدد مستويات الطاقة، مش زي بعض عناصر المجموعة الواحدة. طيب بتختلف في عناصر الدورة الواحدة؟ بتختلف في الخواص، أما عناصر المجموعة الواحدة تتشابه في الخواص بتاعتها لأنهم في مجموعة واحدة. عناصر الدورة الواحدة كمان بتختلف في عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير، مش زي بعض. أما عناصر المجموعة الواحدة فهي تتشابه أو تتفق في عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير. يبقى دي بالنسبة لعناصر الدورة الواحدة وعناصر المجموعة الواحدة بتختلف في إيه وتتشابه في إيه. أهم حاجة تبقى أنت عارف الاتنين دول، إن دول بيتفقوا في المستويات، دول بيختلفوا في عدد المستويات. الخواص هنا مختلفة، الخواص هنا متشابهة، تختلف في عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير، دي تتفق في عدد الإلكترونات مستوى الطاقة الأخير. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من درسنا النهاردة، الجدول الدوري الحديث، الدرس الثاني للصف الأول الإعدادي. ما تنساش طبعا تشتري كتاب الأضواء، كتاب مميز جدا وممتاز جدا وشرحه جميل جدا في هذه المرحلة. كان معكم كبير معلمين مستر محمد علي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.